قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الأوروبي لن يعقد قمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني المقبل إذ نوفمبر المقبل إذا لم يتم اقتراح حلول لقضية الحدود الإيرلندية وشكل العلاقات التجارية في المستقبل. تصريح توسك جاء في ختام قمة غير رسمية عقدت في زالزبورغ بالنمسا، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلالها قادة الاتحاد على تطوير موقفهم بشأن البريكزيت، وأطلقت خطتها للعلاقات المستقبلية بين الجانبين، ولوحت أيضا بجهوزية بلادها لسيناريو الخروج دون اتفاق. 10 دقائق استغرقتها مداخلة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام شركائها الأوروبيين في قمة غير رسمية، تبين أن الهدف منها هو استقصاء مواقف الجانبين حول كيفيات تحويل التوافق المبدئي، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الحدود مع إيرلندا، إلى حلول قابلة للتنفيذ. إذا لم يتم التوصل إلى صيغة اتفاق مقبولة مع الاتحاد الأوروبي فنحن على استعداد لوضع ننسحب فيه بلا اتفاق. أعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق جيد، ولأكون واضحة فأنا أتفاوض لتحقيق مطلب خروج كامل أرجاء المملكة المتحدة بما في ذلك إيرلندا الشمالية. مداخلة تيريزا ماي وهي تدافع عن مقترحاتها المتضمنة في خطة تشيكرز وصفها عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين بالجدية، ولكنها لا تنال رضا الاتحاد الأوروبي لحد الآن. جميع زعماء الاتحاد الأوروبي منحونا تأييدهم الكامل وقالوا إن أي اتفاقية لا تحقق مصالح إيرلندا لن تحقق مصالح الاتحاد الأوروبي، لذا نحن مطمئنون من تلقي الدعم من الدول 27 ودعم المؤسسات الأوروبية. قمة سالزبورغ كانت أيضا فرصة لأعضاء الاتحاد الأوروبي للبحث عن التزامات عملية بينهم فيما يتعلق بمواجهة تدفق المهاجرين على الشواطئ الإيطالية، سعيا على الأقل إلى تحريك المشاريع المعطلة فيما يخص إنشاء مراكز للمراقبة الهجرة داخل النطاق الأوروبي والتسريع بمعالجة ملفات اللاجئين وطرد المهاجرين لأسباب اقتصادية، أو فيما يتعلق بمشروع إقناع الدول الإفريقية بإنشاء مراكز لإنزال المهاجرين. هناك الكثير من الأسئلة وهناك رفض محتمل للاقتراحات المطروحة، ولكن يجب علينا أن نأخذ كل ذلك خطوة تلو الأخرى، وهذا ما يقوم به ميشيل بارنيه نيابة عنا. نحن نقدر المحاولات التي تبذلها تيريزا ماي. المشروع الآخر هو إشراك الدول العربية في التكفل بمشكل الهجرة من خلال شراكة عربية أوروبية تتجسد في قمة تعقد في القاهرة في تاريخ لم يحدد بعد. لعل أهم مخرجات هذه القمة غير الرسمية هي تنبيه الشريك البريطاني إلى قضية نفاذ الوقت وخطورة عدم التوصل إلى اتفاق يضمن مستقبل العلاقات. أما التنبيه الثاني فموجه إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي ألا يستغرقوا طويلا في تسوية مشكل الهجرة غير الشرعية بالمواجهات الدبلوماسية فيما بينهم. كمال العلواني، التلفزيون العربي، سالزبورغ. ينضم إلينا من سالزبورغ في النمسا موفدون إلى هنا كمال علواني. كمال، تيريزا ماي كانت واضحة بأنها لا يمكن أن تقبل بفكرة يعني أن يكون هناك تغيير في قضية الحدود مع نورثرن مع إيرلندا الشمالية، لكن أيضا الأوروبيون أنفسهم لا يبدو أن لديهم تصور واضح على كيف يريدون أن يديروا هذا الملف مع تيريزا ماي. ماذا يمكن أن تخبرنا مزيد عن هذه المشاورات؟ بالفعل كان هناك مجال لتوضيح متبادل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أوضح أيضا من جانبه مع أنه يثمن النقاط الإيجابية في مخطط تيريزا ماي فيما يعرف بمخطط تشيكرز، إلا أنه يقول إن الإطار الذي وضعه هذا المخطط للتعاون الاقتصادي بين الجانبين غير عملي ولن يشتغل ولن يقبله الاتحاد الأوروبي، وعلى تيريزا
تيريزا ماي أن تحاول تحديث وتطوير مخططها والإقدام به مرة أخرى وتقديمه للاتحاد الأوروبي من أجل مفاوضات جديدة. المفاوضات أيضا ضبطها رئيس المجلس الأوروبي، قال إن شهر أكتوبر سيكون شهرا حاسما بالنسبة لمستقبل التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا. سنعرف خلال هذا الشهر من بريطانيا ما يمكن أن نعتبره خطوات إيجابية باتجاه عقد مؤتمر آخر شهر نوفمبر إذا توفرت الظروف لصياغة هذا الاتفاق المنتظر بين الجانبين. إذن لم يتغير شيء في هذه القمة غير الرسمية، هناك فقط محاولة اختبار مواقف الجانبين، بريطانيا متمسكة بمخططها والأوروبيون أيضا يقولون إن هذا المخطط إن طبق وقبلنا به فإنه سيقوض بناء الاتحاد الأوروبي في حد ذاته. شكرا جزيلا لك كمال علواني من سالزبورغ.